مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، فيها تتابعون: البحرية الأمريكية تؤسس قوة مهام جديدة قبالة اليمن. هل ما زالت رهانات النصر والهزيمة في حرب أوكرانيا قائمة؟ شرطي يوقف سيارة من دون سائق ليحرر لها مخالفة. أعلنت البحرية الأمريكية عن تأسيس ما أسمتها بقوة مهام جديدة مع دول حليفة ستقوم بدوريات في البحر الأحمر قبالة اليمن، حيث شنت ميليشيا الحوثي هجمات عدة بقوارب مفخخة. جاء في موقع بلقيس أن الأدميرال براد كوبر قائد الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين أعلن للصحفيين عن القوة الجديدة التي سيتم تأسيسها رسميا الأحد المقبل. ستتولى قوة المهام المشتركة 153 تعزيز التعاون بين الشركاء البحريين الإقليميين لتعزيز الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. بحسب كوبر فإن المنطقة شاسعة للغاية لدرجة أنه لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. تجنب كوبر مباشرة ذكر الحوثيين المدعومين من قبل إيران. من جانبه قال المتحدث باسم البحرية الأمريكية تيم هوكنز: نعتقد بأن قوة المهام الجديدة ستعزز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر تحسين التنسيق مع شركائنا الإقليميين. وغالبا ما تتهم الولايات المتحدة والسعودية إيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران، وتؤكد أن دعمها فقط سيكون سياسيا. صورة قاتمة وضعتها منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية لسكان العام الأقل أو العالم الأقل حظا في الفترة المقبلة بسبب جائحة كورونا وعدم المساواة وارتفاع أسعار المواد الغذائية جراء الحرب على أوكرانيا. يعنون موقع المصدر أونلاين: ربع مليار شخص يدخلون دائرة الفقر المدقع في عام 2022. وفق المنظمة سيؤدي ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى دخول 263 مليون شخص إضافي براثن الفقر المدقع هذا العام، وهو رقم يعادل عدد سكان المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا مجتمعين. كان البنك الدولي توقع أن تدفع الجائحة وعدم المساواة 198 مليون شخص إضافي إلى هوة الفقر المدقع في 2022. أما الآن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتوقعت أوكسفام انضمام 65 مليون شخص آخر. تحدث التقرير أيضا عن استمرار تدني الأجور لمعظم العمال حول العالم رغم ارتفاع الأسعار، ويشير إلى أن جائحة كورونا عمقت عدم المساواة القائمة بين الجنسين. في ظل هذا الواقع دعت المسؤولة بالمنظمة كاتي شاكر أبورتي إلى استجابة هائلة لمواجهة الكارثة التي تواجه البشرية تتجاوز مجرد إرسال المساعدات. انقلاب الرياض وزنازين الخمس نجوم، تحت هذا العنوان كتبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان مقالها المنشور في موقع بلقيس. إن لم يتحول هذا المجلس بقيادة العليمي إلى سلطة واقعية تدير البلاد ابتداء من المناطق خارج سيطرة الحوثي من سقطرة حتى مارب ومن حضرموت حتى المخا عسكرياً وأمنياً ومدنياً واقتصادياً بمؤسسات موحدة وبإرادة موحدة ومستقلة وبقرار موحد وبخطاب واحد، فإن هذا الانقلاب السعودي الرديء سيكون هشاً للغاية. انقلاب فيه شركاء متشاكسون عبارة عن ميليشيات متعددة، ووحده الرئيس لا يمتلك أي قوة، الرئيس أضعفهم على الإطلاق، وفوق ذلك أصبحوا عرايا من ورقة الشرعية في مواجهة انقلاب حوثي يمتلك إرادة واحدة
قراراً واحداً، سلطة واحدة أمنياً وعسكرياً ومدنياً على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرته، وهي بالمناسبة المحافظات ذات الكثافة السكانية الأعلى في البلاد. يجب أن تتحقق تلك السيطرة للانقلاب الجديد الآن كاملة ودون تقسيط، ويمكن لذلك بالمناسبة أن يحدث خلال أيام بإحدى طريقتين: أن تكون السعودية قد تابت عن خطاياها وباتصال هاتفي للجميع ستأمرهم وسيلبون، أو ستستدعيهم إلى زنازين الخمسة نجوم مرة أخرى وتلزمهم به خلال ساعات. هذه الطريقة الأولى. أما الثانية فهي أن يفرض رشاد العليمي وبقية الذين جلبتهم السعودية إلى الرياض وإلى زنازينها الفخمة عليها ذلك. والآن دعوني أسأل المتفائلين: بأي الطريقتين أنتم أشد تفاؤلاً، بتوبة السعودية أم بانتفاضة معتقليها؟ إن لم تحدث لا هذه ولا تلك، وهو ما أتوقعه تماماً، فإن الحوثي سيكون قد حقق آخر انتصاراته بهذا الانقلاب، أو فلنقل قد أبديت له آخر الانتصارات، باعتبار أن كل انتصارات الحوثي عبارة عن هدايا وعطايا. للعام السابع على التوالي يواصل شباب متطوعون من أبناء محافظة لحج تحقيق أهدافهم عبر مشروع عابر سبيل لإفطار الصائمين المسافرين بين المدن اليمنية في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة خلفتها الحرب. كتب موقع يمن مونيتور: تعود الفكرة لعام 2016 عندما تبناها مجموعة من شباب بلدة مقيبرة عن طريق جمع الطعام من بعض المنازل مع حبات من التمر وقليل من الماء والوقوف على الخط العام الذي يربط عدن بباقي المدن لإفطار المسافرين. في موسمها السابع يواصل الشباب المتطوعون العمل في المشروع وتحقيق أهداف المبادرة في ظل ظروف اقتصادية مختلفة عن الأعوام المنصرمة. يقول محسن مقيبرة وهو عضو في المبادرة: إن التجهيز اليومي لإفطار الصائمين المسافرين الذين يستهدف ما بين 100 وإلى 120 صائما يوميا يبدأ في أحد المدارس عن طريق وضع وجبة الإفطار التي تحوي 3 حبات تمر وكيس ماء وعلبة عصير وفاكهة. تسبب ارتفاع الأسعار نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها اليمن في ارتفاع تكاليف الإفطار اليومي بحسب إفادة القائمين على المبادرة. هذا العام يقول رئيس المبادرة عمار اليماني: إن ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع وضعا الكثير من العراقيل أمامهم، إذ تصل التكلفة اليومية لوجبة إفطار المسافرين نحو 300,000 ريال. اختبار عاجل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن. تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقاله المنشور في العربي الجديد. اليوم لا يقف يمنيون كثيرون عند نقاش الجدل الدستوري بشأن ما جرى من تجاوز له، وينظرون إلى أي نجاح يمكن أن يتحقق في صالح استعادة دولتهم وسينال رضاهم يمنحونه مشروعيتهم، وإن لم تكن بأطر وطرق دستورية متعارف عليها، ولكن أي نجاح سيكون مقدمة لاستعادة الناس الأمل بإمكانية التغيير إلى الأفضل في مؤسسات الدولة المعطلة التي تتقاسمها الميليشيات وتعمل على استدامة تعطيلها أطول فترة ممكنة. لهذا ربما يرى اليمنيون أن أي تغيير سيحدث وبأي طريقة ومتى ما لمسوا أنه سيخدم مسألة استعادة الدولة مرحب به بعيداً عن جدلية مشروعيته الدستورية. ويأتي هذا الأمل أو نقطة الأمل من سيرة رئيس المجلس رشاد العليمي الذي يحظى باحترام كبير من مختلف الأطراف، وهو الذي يتمتع بعلاقات واسعة في الداخل والخارج، فهل سيتمكن من أن يقوم بهذه المهمة الكبيرة على عاتقه وفي ظل حالة تباينات كبيرة في مجلسه وفي الواقع والإقليم؟ هذا ما يأمله اليمنيون منه ويعولون عليه كثيراً، ويرون أن أي فشل قد يحدث سيكون كارثياً على كل المستويات، بمعنى أن هامش الفشل في إدارة العليمي ستكون كارثية، فكل فشل بالضرورة سيخدم ميليشيات الحوثي ويمنحها مشروعية الوجود بوصفها سلطة أمر واقع قطعاً. ختاماً، تنتظر المجلس مهمات عاجلة كثيرة لا تقبل التأجيل، وخصوصاً أنه في حالة اختبار عاجل لجدية القائمين على هذه الخطوة وفيما إذا كانوا صادقين في مساعدة اليمنيين لاستعادة دولتهم
أم هي مجرد خطوة تكتيكية يراد من خلالها تمرير هزيمة التحالف وإلقاؤها على عاتق اليمنيين؟ أعيش أنا وأطفالي في الظلام وأحياناً على ضوء كشاف فردي صغير. بهذه الكلمات يجسد حسين محمد حسن وضع حياته في المنزل الذي يعيش فيه مع أطفاله الثمانية وزوجته، وهو منزل مبني من الصفيح وصفائح البلاستيك في أحد تجمعات المهمشين في منطقة بالباشا غربية مدينة تعز. كتب وهب الدين العواضي لموقع صوت المهمشين: يعمل حسين حمالاً يقوم بحمل البضائع في بعض المحال التجارية وينقلها من مركبات وشاحنات النقل أو يفرغها منها أيضاً، ويتقاضى مقابل ذلك أجراً يومياً زهيداً للغاية. الأحوال المعيشية التي يمر بها حسين لم تمكنه من شراء منظومة طاقة شمسية كي تنير له منزله ويتمكن مع أطفاله من العيش بشكل طبيعي. الكشاف الذي يعتمد عليه حسين في إضاءة منزله لا يستمر أكثر من ساعتين، ثم يأتي وقت حلول الظلام في ساعات الليل الأولى ريثما يأكل هو وأطفاله ما توفر لهم من طعام العشاء، ثم يخلدون للنوم مبكرا. يوضح الأمين العام للاتحاد الوطني بتعز صوت المهمشين صالح الماضي أن المهمشين لا يستطيعون الاشتراك في الكهرباء التجارية التي وصل سعر الكيلوات الواحد منها إلى 1200 ريال حاليا، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يستحيل أن يدفعه أي من الأسر المهمشة، لذلك يعتمدون على الكشافات الفردية في الإضاءة. مضت أكثر من 8 أشهر يا يونس ونحن نتوسل لسجانيك من دون جدوى للأسف. هكذا كتب سلطان عبد السلام السلمي مقاله الذي نشر في موقع بلقيس. صمتنا حتى يرضوا عنا ويطلقوا سراحك، لكنهم رفضوا كل توسلاتنا واستغاثاتنا. مؤخراً طلبوا ضمانة تجارية للإفراج عنك، ورغم ما فيها من ظلم وإجحاف إلا أننا فرحنا بها كفرح غريق بقشة. أحرجنا أنفسنا وأصدقاءنا وذهبنا بها إليهم، فكان أن رموا بها في سلة المهملات. وبعدما يقارب الشهرين على إعطائهم الضمانة عادوا ليقولوا لنا إن قضيته ستحول إلى النيابة. نعرف نياباتهم ومحاكماتهم العادلة. أصيب بإحباط شديد اليوم بعد أن أخبرناه بقرارهم بالتراجع عن الإفراج. أخطأنا كثيراً عندما صدقناهم أنهم سيطلقونه بمجرد وصول الضمانة. وجع وقهر رأيتهما في عينيه بعد أن أخبرته بعدم الإفراج، ولا أدري كيف أواجه والديه أيضاً بخبر مثل هذا. إلى متى نظل نتألم في غاباتنا هذه المسمات بلاداً؟ لا نريد منكم شيئاً يا حكامنا الأطهار، نريد أن نعيش فقط، وقد أخذتموه أساساً، واتركونا وشأننا، اتركونا نعيش حتى ككلاب مشردة، لكن لا تكبلونا بدون أي ذنب. هل ما زالت رهانات النصر والهزيمة في حرب أوكرانيا قائمة؟ تساءل موقع الاندبندنت عربية في ملفه الذي سلط الضوء على الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت يؤكد فيه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا قد تنتهي قريبا، لأن روسيا تنجح في تحقيق أهدافها. تستعد أوكرانيا لمرحلة جديدة قد تكون أكثر تحديا في حربها لصد الهجوم الروسي. تتحول المعارك في شرق البلاد إلى تضاريس جديدة يمكن أن تمنح الروس ميزة أكبر، إذ يشير محللون عسكريون إلى أن المساحات الشاسعة في شرق أوكرانيا سوف تعزز من قدرة روسيا على حشد تشكيلات ميكانيكية كبيرة من الدبابات وأيضا العربات المدرعة والمدفعية بعيدة المدى، وإدارة معارك نارية واسعة أشبه بمعارك الحرب العالمية الثانية، ما سيجعل من الصعب على الأوكرانيين إدارة عمليات حرب العصابات ضد الروس مثلما فعلوا في غابات الشمال والغرب. بينما يرى بعض المحللين في الولايات المتحدة وأوروبا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخسر معركة أوكرانيا وأنه تخلى عن أهدافه القصوى على الأقل حاليا بعد أن سحب قواته من حول كييف، إلا أن مراقبين آخرين يعتقدون أنه من المبكر
الحكم على خسارة رهانات روسيا في أوكرانيا، خاصة أنها استدعت 135 ألف جندي من قوات الاحتياط وتستعد لجولة أخرى. كما أن الرئيس بوتين لم يخسر أيضا بالشكل المتصور خارج ساحة المعركة، وتشير معظم الدلائل إلى أن المرحلة الجديدة في الحرب تعود بالفائدة على روسيا. رأى الشرطي السيارة تسير مطفئة أنوارها الأمامية في الليل، فذهب إلى نافذة السائق لتتعالى ضحكات المارة، ويخبره أحدهم: لا أحد في الداخل، هذا جنون، إنها حادثة غريبة لسيارة ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو. ينشر موقع دويتشه فيلي تفاصيلها رغم مخالفة الأمر لقوانين المرور، إلا أن بعض السائقين يطفئون أحيانا أنوار مصابيح سياراتهم الأمامية عندما يقودونها داخل المدن ليلا. لكن شرطة سان فرانسيسكو واجهت مؤخرا مشكلة غير مسبوقة عندما أوقف أحد عناصرها سيارة ذاتية القيادة كانت تتنقل خلال الليل مع مصابيح مطفئة ومن دون أي شخص داخلها. قالت الناطقة باسم شركة كروز: مركبتنا ذاتية القيادة أعطت أولوية المرور لسيارات الشرطة، ثم توقفت في النقطة الآمنة الأقرب بعد الإشارة كما هو مرتقب. وأوضح ناطق باسم الشرطة أن عناصرها اتصلوا بمشغلي المركبة ذاتية القيادة وأن فريق الصيانة تولى السيطرة على المركبة. تطور كروز منذ تأسيسها سنة 2013 برمجيات تتيح سير المركبات ذاتيا بالكامل، وتملك شركة جنرال موتورز الأمريكية أكثرية حصص كروز المقدرة قيمتها بأكثر من 30 مليار دولار. أظهر فيديو متداول دبابة روسية تطلق النار على مباني لهدمها في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا. نتابع. في جولتنا المصورة مجموعة من أفضل صور الأسبوع نشرها موقع أسوشيتد بريس. نتابع. الآن إلى رسومات الكاريكاتير. متابعة. بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من كشك الصحافة، نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.